كفاية حيد بفسد محتاج أنا هدنة مع نفسي وراجع فيها أنا نفسي لكن دلوقتي ما عنديش للحب دماغ أنا مش مهيئ نفسي أصلا أنا مصدوم عاطفيا والقلب خلاص ما بقاش ينفع يحب بفسد محتاج أنا هدنة مع نفسي وراجع فيها أنا نفسي لكن دلوقتي ما عنديش للحب وهسوي كل خلافاتي مع نفسي واروح